الفافوري سير بابي مش سير 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 بابي فافوري، ولكن فوق ارضيه الميدان كان امور خلاف. اللي حاب يلعب سعود انك تعلم عليه على يخدم اكثر، ولازم يكون منظم ولازم يكون منضبط ولازم يقوم بمجهودات كبيره، لانه قلت لك الفريق هذا موالف يلعب على سعود. دونك لما لا ان شاء الله نحاول كيفاش اولا نكونوا فريق يعني متماسك، فريق متكامل يحصل على نتائج جيده.